افتتحت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة أول مجمع للصناعات الحرفية بمحافظة سوهاج على مساحة 600 متر مربع بقرية عرب بني واصل شرق مدينة ساقلطة. يهدف المجمع الصناعي الجديد إلى تشغيل 100 شاب من أصحاب الحرف المختلفة، ويضم المجمع عدة ورش لحرف متنوعة يشتهر بها أبناء القرية. هذا ويأتي تنفيذ المجمعات الصناعية الحرفية ضمن جهود الدولة للحفاظ على الحرف التراثية وتعزيز قدرات أصحاب الحرف اليدوية والترويج لتلك المنتجات في المعارض المحلية والدولية. أول مجمع للصناعات الحرفية على مستوى الجمهوري، والمجمع الحرفي ده تنفيذ هيئة تنمية الصعيد، هيئة تعمير الصعيد. التكلفة إجمالية 40 مليون. يتكون المبنى من عدد 2 طابق على مساحة 600 متر، يستوعب من 70 إلى 100 شاب كفرصة عمل لأبناء القرية وأبناء المركز. حضرتك برضو من ضمن الحاجات الكويسة إنه هو ده من ضمن مبادرة حياة كريمي التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية صعيد مصر وتدعيم القرى الفقيرة، وكان من ضمن البرنامج توفير فرص عمل للشباب. وفي الفعل المجمع يوفر عدد فرص عمل للشباب من 70 فرصة إلى 100 فرصة، يتم تدريبهم على مستوى عالي، ويتم التدريب من مدربين معتمدين من هيئة تعمير الصعيد المشرفة ومنفذ المشروع.